على هدي وبصيرة يخطو هذا الشاب ويخط طريقه العلمي إلى هدف النجاح والتفوق، رغم أنه فقد بصره منذ الطفولة. العائق الصحي لم يقف عائقا أمام ابن مدينة السليمانية راكور طاهر لنيل المركز الأول في مدرسة صلاح الدين النموذجية بمعدل 96% في الصف السادس الإعدادي القسم الأدبي. حصلت على هذه الدرجة طبعا بالتحدي والثقة بالنفس، وكان عندي إيمان إن سعيت بالجهد والتعب سأحصل على نتيجة أفضل. طبعا واجهت مشاكل ومعوقات، الكتب وطريقة التدريس، وأنا بحالتي هذه كفيف وأختلف عن إمكانيات زملائي الأصحاء، لكن إرادتي وهدفي أكبر، وبتشجيع من أهلي وزملائي ومدرسي عبرت المرحلة بتفوق ونجاح. في غرفة صغيرة، منضدة وكرسي وجهاز تسجيل الصوت وطريقة خط برايل للقراءة، هذه كانت أدوات النجاح الكبير للطالب الكفيف، فنال المرتبة الرابعة على مستوى كردستان العراق، وكرمته أكثر من جهة، حيث استلم تقديراً لجهوده جائزة وهدية من رئاسة حكومة كردستان ضمن حفل تكريمي أقيم في أربيل. راكو يتعلمنا لا شيء مستحيل في الحياة، محاولات إنسان لتقدم في أي مجال من مجالات حياة يمكن، ماكو شيء مستحيل بحياة الإنسان. راكو يتعلمنا كيف نستطيع أن نتفوق بحياتنا، هل شخصية مميزة ليس لها مثيل بأي مكان آخر. البهجة والسرور غمرت بيت عائلة راكور طاهر التي اعتبرت ما حققه ابنها إنجازا يستوجب الفخر والرضا، خصوصا في ظل واقع العراق الحالي. الحمد لله، أنا سعيدة بهذا الإنجاز، إنه فخر لي ولعائلتي، وهو أخ مكافح ومجتهد، وأنا قدمت كل المساعدة والدعم له، أتمنى له التوفيق في حياته. الشاب راكور طاهر هالة مضيئة في ليل عراق اليوم، يشكل مع أقرانه من المبدعين أملاً في مستقبل أفضل، ويضرب مثالاً واقعياً على أن نهر الإبداع العراقي مستمر بالتدفق رغم محاولات تجفيف منابعه.